تداخلي محور استشارتنا الطبية. الحياة العصرية بما حملته من راحة ورفاهية للمجتمعات جلبت معها أمراضاً كان نطاق انتشارها في السابق محدوداً، وفي مقدمتها أمراض القلب والشرايين، مما يستدعي تعزيز عمليات التوعية والتثقيف الصحي وآليات الوقاية منها. ولكن مع نمط حياتنا العصري السريع وقلة الحركة والسمنة الزائدة والعادات الصحية السيئة كالتدخين، ارتفع عدد الأفراد المعرضون للأمراض القلبية المختلفة. ومع تقدم البحوث الطبية أصبحت العلاجات الحديثة المفتاح لعلاج هذه الأمراض. يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الدكتور يحيى كيوان، استشاري بأمراض القلب التداخلي وجراحته، ومؤلف كتاب عمليات القلب التداخلية عن طريق القسطرة ومن دون جراحة. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا بك وشكرا جزيلا على الاستضافة. أحب أشكر قناة دبي، أحب أشكرك وأشكر المستشفى الكندي اللي سمح لي وأعطاني هذه الفرصة نكون على الهواء، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم. الله يسلمك يا دكتور، الله يبعد أمراض القلب والشرايين عن الجميع. ولكن هناك طبعا أخبار سارة إن شاء الله في بالنسبة للعلاجات الحديثة، ولكن قبل أن ندخل في هذا الموضوع، ما هو تعريفكم لاختصاص أمراض القلب التداخلي تحديدا يعني؟ شكرا على هالسؤال. الواقع هذا السؤال كثير مو واضح للناس، فحبيت أوضحه قبل ما نبدي الانترفيو. أمراض القلب التداخلي بواسطة القسطرة هو علم ليس بالحديث، يمكن عمره حوالي من 15 إلى 20 سنة، لكنه تطور بسرعة كبيرة بحيث نستطيع إجراء العمليات الجراحية التي جميع عمليات القلب التي كانت تجرى بواسطة الجراحة والقلب المفتوح نستطيع أن نعملها من غير عملية جراحية ومن غير قلب مفتوح، وذلك بواسطة استعمال البالونات أو الشبكات عن طريق أسلاك العرض مالتها حوالي 2 مليمتر وهي دقيقة جدا، دخلها عن طريق الشريان عما عن الرجل أو عن اليد، ونصل إلى المكان الذي به تشوه أو تسكيرات في داخل القلب، ونستطيع عملها من غير القلب المفتوح. هذه عادة تأخذ لها بين ساعة أو ساعة ونص، والمريض يبقى بالمستشفى ماكسيموم يطول خلينا نقول يوم إلى يومين، وبعدها يخرج ويزاول عمله. في السابق كم كانت تستغرق؟ سابقا كانت تستغرق أيام على الأقل أسبوع أو أكثر، والمريض يدخل بالعناية المركزة. ولذلك أنا يعني تقريبا شغلي بهذا الموضوع صار لحوالي، يمكن أنا مبين مو كبير، لكن 30 سنة بدأت العمليات من 1986، وقررت آخر المطاف قبل التقاعد أن ألف هذا الكتاب. جميل. لا يحبون المشاهدين يشوفوا هذا. يلخص حوالي 20 عملية التداخلية بواسطة القسطرة ومن دون القلب المفتوح. جميل. هذا الكتاب أنا كمشروع خيري أوزعه بدون مقابل. جميل. أي إنسان يحب موجود عندي يقدر يتصل بيه، ومن خلص راح أديلك إياه طبعا بالمناسبة. شكرا يا دكتور، شكرا، لطف منك طبعا. الله يسلمك. طيب فيما يخص الجديد أو فيما يخص أمراض القلب التداخلي عند الأطفال حديثي الولادة. بالضبط، الـ 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 القساطر هي تشمل جميع الأعمار، بس حبيت أركز أنه على الأطفال. الأطفال يولدون عدة تشوهات وفتحات في داخل القلب، سابقا كان كله عن طريق الجراحة وعمليات معقدة، الآن يمكن تسكير الفتحات بين الأذين الأيسر والأذين الأيمن، تسكير الفتحات بين البطين الأيسر والبطين الأيمن، تسكير الفتحات عند الأطفال بين الشريان الأبهر والشريان الرئوي عن طريق القسطرة وبدون عملية جراحية. هذا ملخص، ولكن في الأطفال توجد أكثر من هذه العمليات. أوكي. دكتور، بالنسبة لصمامات القلب عند الكبار وبواسطة طبعا التدخل الغير جراحي. الغير جراحي، في طبعا الكبار يصابون بالروماتيزم على القلب، وهذا يؤدي إلى تضيق في صمامات القلب، في تضيق بالصمام المايترالي، الصمام الأيورتي، الصمام الرئوي.
حاليا أقدر أقول أنه أكثر من 90% من التضيقات أو التوسعات في صمامات القلب اللي هي سببها الروماتيز أو أسباب أخرى عند الكبار يمكن توسيع الصمام المايترالي بواسطة البالون ومن دون عملية، يمكن توسيع الصمام الأيورتي، يمكن توسيع الصمام الرئوي. حاليا يمكن تبديل، مش بس توسيع، تبدل صمام كامل تدخله من الخارج إلى داخل القلب اسمه الصمام الأيورتي ومن غير عملية جراحية، وكذلك يمكن خياطة الصمام المايترالي اللي هو متوسع من دون عملية جراحية. فعلى الأقل 5 أو 6 عمليات، أو أنا أسميها عمليات، هي مو عمليات طبعا، هي قسطرة. هذا بالنسبة للكبار اللي عندهم أمراض صمامات. هل يكون ذلك عن طريق التخدير الكامل؟ لا، ما عندنا تخدير كامل. المريض يكون متمدد ويشوف كل شيء، تخدير موضعي حوالي منطقة سنتيمترين برجلة، ويتتكلم معاه وما يحس أي شيء، هو يشوف العملية وأبدا مطمئن على حاله. ومدة هاي العملية أو هاي البروسيجر؟ هذا قلت لك يتراوح بين ساعة إلى ساعة ونص إلى ساعتين ماكسيموم بالكثير. بالكثير يعني. ويقدر أن هذا المريض يغادر ثاني يوم مثلا أو أكثرهم ثاني يوم؟ إذا شوية عملية معقدة ممكن يومين أو ثلاثة ماكسيموم، بس الأبرج يوم واحد ثاني يوم يقدر يروح للبيت. الجديد في علاج الانسدادات والتضيق في الشرايين التاجية والجلطة القلبية، هذا موضوع العصر، موضوع الزمن، موضوع اللي دائما احنا نتكلم عليه اللي هو الذبحة الصدرية والجلطة وتضيق الشرايين التاجية. هذا حدث به تطورات هائلة وكثيرة. احنا حاليا اي تضيق في الشرايين التاجية ممكن نوسعها عن طريق البالون، ممكن نوسع شريان، شريانين، 3 شرايين، 4 شرايين، ونقدر نخلي عدة شبكات في أي مكان تضيق موجود ممكن نوصل له ونوسعه. بس الشيء اللي أريد أركز عليه مرضى الجلطة، هذا مرضى الذبحة الصدرية، المرضى اللي عندهم جلطة اللي هو علاجهم يجب أن يحدث خلال ساعة، ساعة ونص. ممكن الحين أي إنسان يصير عنده جلطة، ناخذ المختبر القسطرة ندخله على طول، نسوي له قسطرة مستعجلة، نصور الشرايين، نفتح الشرايين ونخلي بيها شبكة، وهذا علاجه يمكن ما يستغرق أكثر من ساعة، ساعة ونص، ويبقى معانا يوم يومين ويقدر يروح يمارس حياته الطبيعية بعد ما يطلع من المستشفى. طبعا شكرا جزيلا لك الدكتور يحيى كيوان، استشاري أمراض القلب التداخلي ومؤلف كتاب عمليات القلب التداخلية عن طريق القسطرة ومن دون جراحة. شكرا على وجودك، وإن شاء الله يجب أن نستضيفك في حلقات مقبلة نتحدث أكيد بإسهاب، لأن عالم كبير يعني ما نقدر أكيد نختصره في هذا الوقت البسيط. ولكن شكرا على المعلومات المفيدة يا دكتور. شكرا أيضا على الكتاب والقناة دبي وكل اللي ساهموا بوجودي بهذا المكان. أهلا وسهلا. شكرا. شاهدينا في فقرة نبض التكنولوجيا بعد الفاصل، شركة الاتصالات السعودية تطبق نظام